بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مش عارف ان ارحب بيك الاول ولا ارحب بجمهور النادي الاهلي الكبير ولا ارحب باصدقائي على تويتر اللي هم يعني قعدوا يدفعوا بيا ويحمسوا فيا عشان اعود الى بيتي مره اخرى، ولا اسبق الاحداث وارحب واشكر اخي الاكبر الكابتن طه اسماعيل طبعا على مجهوداته اللي قام بها في اللجنه وفي النادي الاهلي كقدوه لينا جميعا. لكن اسمح لي ايضا ان انا عايز اوجه التحيه، لانه المكان ده بيفكرني بحاجات كتير. فانا عايز اوجه تحيه لزملائي جيلي اللي لعبت معاهم في النادي الاهلي، ومش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد، وبقول لهم وحشتوني، الايام معاكم كانت حلوه، عملنا بطولات كتير مع بعض، كان في حب وكان في ود بيننا وعلاقات مميزه. وانتهز هذه الفرصه واتمنى الشفاء العاجل لكابتننا كابتن الجيل بتاعنا الكابتن هاني مصطفى طبعا، ان شاء الله ربنا يشفيه ويقوم بالسلامه، وايضا لصديقي العزيز رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب بالشفاء العاجل ان شاء الله، يرجع بالسلامه ان شاء الله. عندنا كلام كتير جدا واحنا قاعدين من شويه كان الكابتن شريف عبد المنعم